المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من إشراقات الغد، ونحن نواصل الحديث في ملف السلام، لما للسلام من أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وغير ذلك من مناحي الحياة المختلفة. نواصل المسير على ذات الدرب، ونتمنى أن نسهم بحلقاتنا هذه في إشراقات الغد في بلورة رؤى وأفكار تسهم في صنع سلام حقيقي ينعم به أبناء السودان في شماله وجنوبه، في شرقه وغربه وفي وسطه، سلام مستدام يستطيع من خلاله أن ينهض هذا الوطن النهضة التي يستحق. مرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريمين داخل هذه الحلقة. سعادة الفريق آدم كنا، عضو مركز إشراقات الغد، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من إشراقات الغد. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أخي أحمد الجعلي، وشكرا لقناة الشروق لإتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة لكي نطل على شعبنا الكريم في إشراقات الغد إن شاء الله. نعم. مرحبا بك كذلك الأستاذ عبد القادر محمد صالح، عبد القادر سوميت، رئيس حزب التواصل والقيادي بشرق السودان، سعداء بك في هذه الحلقة. شاكر لك أستاذ أحمد الجعلي، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين على المشاهد، ونتمنى أنه نقدم قيم جديدة، أفكار جديدة لينعم السودان بالسلام والاستقرار والعدالة والحرية. نعم، هذا ما نتمنى. سعادة الفريق، بداية يعني نستهل هذه الحلقة بالحديث عن ضرورة ترتيب البيت من الداخل، وهذا يتطلب استصحاب كل الرؤى، كل الأفكار مهما اختلفت لكن وتباينت، لكنها في النهاية يعني الهدف واحد من هذه الأفكار، من هذه الرؤى، فضرورة ترتيب البيت من الداخل لننطلق جميعا في عملية السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام اسم من أسماء الله، في آيات كثيرة جدا وردت كلمة السلام. سلام على آل ياسين، سلام قول من رب الرحيم، سلام على نوح. فالسلام هو المقصد لأي مجتمع إنساني، أن يكون بينهم السلام. إذا المجتمع أصلا ما تنعم بالسلام، اللي هو قدر أنه يقوم بالمحبة والمودة بين الناس، إذن هنالك العكس هو الحروب والتطاحن والتشاحن يعني. فالسلام الحمد لله أنه جاء كواسطة عقد في أمزجة الثورة، حرية وسلام وعدالة، فكان واسطة العقد في هذا الأمر. فالسلام أصبح هو الهدف الاستراتيجي للثوار ولأي مواطن، والناس اللي قاموا بالثورة وللناس اللي انحازوا للثورة، اللي هو المجلس العسكري مثلا. فهو وضع البرنامج بتاع الستة شهور للسلام، هذا هو بيت القصيد. نعم، لا بد من ترتيب السلام، ولا بد إنه أننا نبدأ من البيت، وده مهم جدا حقيقة في مسألة السلام أو مفاوضات السلام. في السابق أصلا ما كان بيشاركوا أصحاب الحق الأساسيين، الناس اللي مكتوين بالحرب أصلا هم النازحين واللاجئين. الحكومة بتفاوض في القوة المقاومة أو اللي هو كان بيسميهم متمردين. نعم. لكن أصلا ما بيلجأ للناس اللي اتضرروا من هذا الأمر. القوة اللي المكافحة والمقاومة هي لولا النازحين واللاجئين لما كان له وجود. لكن عندما يجي في الأمر في التفاوض وفيها بتقسيم بتاع كعفة ولا حاجة زي دي، أصحاب البيت الحقيقي اللي مفروض إنهم هم يكونوا في شركاء في هذا الأمر ما موجودين. صح، حقيقة يعني بقول إنه بداية السلام بقت
يعني نادى به المجلس الوطني والحكومة والحركات وبدوه في جوبا وفي بإثيوبا هنا، لكن ما لم يصطفب هذا السلام الشريحة بتاعت النازحين واللاجئين اللي موجودين في إن كان في 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 الشرق اللي هو عندك في إثيوبيا، عندك بمعسكرات النازحين من ناس دارفور، خليك من ناس الشرق، من ناس دارفور في 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 أكثر من 200,000 نازح موجود في 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 الأراضي الإثيوبية. عندنا حوالي أكثر من 9 معسكرات بتاعت اللاجئين في تشاد، في إفريقيا الوسطى، فلا بد من جنوب السودان، جنوب السودان لا بد من إنه الناس يعني أصحاب الوجع الحقيقيين لازم يشاركوا، لازم يشاركوا في 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 هذا الأمر. السلام صحيح كمفاوضات بين الحركات وبين الحكومة الفلسطينية، لكن يا إخواننا في سلام في أرض الواقع ذاته، أنت الحركات ذاته هي ذاتها ما عندها مشاكل مع المواطنين ذات اللي موجود، فلا بد من إنه أن إحنا نتدارك هذا الأمر بأن السلام نبنيه من القاعدة أولا، وقاعدة السلام في أي منطقة نفتكر أنه هو الإدارات الأهلية إن أبينا أو رفضنا. نعم، سنأتي للحديث عن دور الإدارات الأهلية التاريخي والدور الطليعي لهذه الإدارات الأهلية، لكن دعنا نتحدث إليك الأستاذ عبد القادر سوميت رئيس حزب التواصل القيادي بشرق السودان. الحديث عن ترتيب البيت من الداخل واستصحاب كل الرؤى التي لا تنتهي إلا في نهاية المطاف إلى السلام. طيب، نحن بنتكلم عن ترتيب البيت الداخلي بمعنى أنه نحن كلنا كسودانيين نتفق على الأولويات، شنو الأولويات اللي هي بنقدمها على الأخرى. بنعتقد أنه وحدة السودان هي أولوية كبرى، يعني هي فوق الولاء للقبيلة، فوق الولاء للجهة، فوق الولاء للحزب. لازم والله نحن كسودانيين نتفق إن والله يا أخي ولاءنا الأول والأخير هو ولاء الوطن. نعم. فبالتالي إذا اتفقنا على القيم دي أنا متأكد نحن حنقدر نحقق قيم السلام. الحاجة الثانية، نحن بنتكلم عن السلام ما بنتكلم عن مسألة بتاعت إيقاف حرب فقط. في كثير من الأمور الآن تدار هي تدار بين سياسيين، يعني أمر فوقي المجتمع قد ما يكون متفاعل معه. نحن بنتكلم عن السلام كقيمة، نتكلم عن سلام اجتماعي، نتكلم عن تصالح بين الناس، بنتكلم عن السلام كمنهج. نعم. المفترض قيم السلام حتى تدرس في المناهج. أنا كيف أبني سلام داخلي وكيف أتعامل مع الناس الآخرين لأنه السلام في حد ذاته قيمة كبيرة، وربنا السلام ده نسبه لنفسه، واحد من أسماء الله الحسنى. يعني هو السلام نحن ذاته، يعني كمسلمين واحدة من قيمنا لما نقابل الآخر ده نقول له السلام عليكم، السلام عليكم، بما أنك أنا أعطيتك أديتك الأمان، أنا أنت ما بيحصل لك أي ظلم أي من جهتي. فبالتالي نحن القيم دي محتاجين ندرسها، محتاجين نضع لها قوانين. كل من يتجاوز قيم السلام أو يحرض الناس الآخرين على إشعال فتنة أو أي شيء آخر في النهاية يهدد سلام المجتمع، المفترض تكون في مواجهة رادعة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. فقيمة تحقيق السلام أنا أعتقد هي ما بتتعلق بس بإيقاف الحرب. إيقاف الحرب هي واحدة من مخرجات السلام، لكن السلام الحقيقي إنه نحن نعيشه من الداخل. ترتيب البيت الداخلي، نحن كلنا كسودانيين في ظل وضع جديد، أنا أعتقد إنه دي فرصة كبيرة جدا. نحن كلنا كسودانيين محتاجين نغير سلوكنا، وبنقول إنه والله يا أخي الثورة دي هي في المقام الأول ثورة بتاعت وعي، ما جاءت لتوزيع مناصب أو مكاسب. كلنا كسودانيين محتاجين نتغير للأفضل عشان نخلق واقع أفضل وغد أفضل حتى للأجيال الجاية إن شاء الله. السيد الفريق تحدث عن أنه السلام لابد من أن يكون سلام لأصحاب المصلحة الحقيقيين، وذلك بمخاطبة المشكلات التي يعاني منها أصحاب المصلحة
إن كان ذلك في دارفور أو النيل الأزرق أو حتى جنوب كردفان أو شرق السودان وغيره من المناطق. فضرورة أن يكون أيضا السلام متنزل لهؤلاء المواطنين وهم شركاء يعني حقيقيين في هذا السلام. أكيد قضية الحرب والسلام في النهاية هي كل عباء بتقع على المواطن، إذا كان سلبا أو كان إيجابا. لكن برضو نحن واحدة من مشاكلنا بنظل إنه كل أي زول صوته عالي ده هو اللي بيتم التفاوض معه، أي زول بيحمل السلاح هو ده الزول اللي بنديه أولوية في التفاوض، حتى لو كان هو ما بيمثل شريحة أو غير مرضي عنه أو كده. فبالتالي نحن واحدة من الحاجات اللي بتخلي السلام راسخ ومستدام مع مخاطبة جذور الأزمة، لازم المواطن هو يشارك في عملية خلق السلام، لأنه في النهاية هو المستفيد الأول والأخير من عملية السلام. نحن ما بننظر لعملية السلام هي عبارة عن محاصصة بين أشخاص، يتم توزيع مناصب أو مواقع. أنا حقيقة ما راضي عن بالرغم أنه الفرصة الآن هي فرصة كبيرة جدا، كل الأطراف متوافقة على قيم تحقيق السلام، لكن الموضوع ده ما معكوس للمواطن. يعني أنا بنظر للمفاوضات اللي بتدور في جوبا إنه ده عمل كبير، فبالتالي هذا العمل الكبير لازم يعني برضو يصاحبه عمل اهتمام من المواطن، باعتبار إنه دي بتخاطب واحدة من مشاكله، لأنه نحن تحقيق السلام إيقاف الحرب، لأنه نحن بندفع فيها أموال ضخمة جدا. نعم. فبالتالي كل هذه الأموال عندما بيتحقق السلام في النهاية ستعود للمواطن في خدماته، في أمنه، في مأكله، في شرابه. فبالتالي مساهمة المواطن في تحقيق السلام، أنا ما بقول بالتفاوض المباشر، ولكن ممكن يقدم رؤى، يقدم أفكار، يخلق برامج، لأنه في النهاية المجتمع هو المفترض يقود الدولة، ما الدولة تقود المجتمع. كل ما كان المجتمع هو مجتمع قوي بيفرض حاجاته، كل ما كنا نحن في أمان وسلام. نعم السيد الفريق، يعني قبل أن ننتقل بالحديث للأستاذ سوميت، تحدثت عن الإدارة الأهلية، والإدارات الأهلية يعني صاحبة خبرات تراكمية في المجتمع، وهي يعني تسهم بقدر كبير جدا في حل المشكلات ذات الطابع القبلي والمصالحات التي تتم، مما يجعل المجتمعات يعني آمنة وسالمة. فدور الإدارة الأهلية في السلام بشكله ومفهومه الواسع. الإدارة الأهلية لم تكن وليدة الصدفة اليوم، إنما كان منذ نشأة السودان الإدارات الأهلية موجودة قبل الحكم التركي المصري. الإنجليز استعانوا بالإدارة الأهلية باعتبار أنه هم كانوا واسطة العقد لقبائلهم، والحمد لله الإدارات الأهلية اللي يعني هي اللي يعني بيقوم مقام المقام الجهاز التنفيذي في العهد في عهد الاستعمار مثلا، تجد انه كل زعماء الإدارة الأهلية اول حاجه علاقات ذاتهم في حد ذاته، يعني هم مش يعني في كانت انه تداخل فيما بيناتهم في يعني ان كان بالزواج ان كان بالصحبه بتاعت كتاب وحاجات ايه كويس. الادارات الاهليه يعني هم، انا بقول لك انه هم صمام الامان. ليه؟ الليله ذول الاداره الاهليه هو بيقوم بدور كبير جدا، ان كان دور امني، ان كان دور اداري، ان كان دور بتاعت التحصيل بتاعت الضرائب، الزكاة، العشور. احنا يعني النظام الاهلي كان نظام يعني مترابط. تجد مثلا اضرب لك مثال، مثلا نقول مدينة الفاشر في العهد الوطني كان مقسم ل حوالي 8-4، يعني زي 8 يعني زي الحاره، يعني في كل حاره بيكون فيه شيخ الحاره. كويس. شوف شيخ الحاره ده مهامه شنو؟ مهامه امني، مباحث، اداره. شيخ الحاره هو مسؤول من اي انسان هو غادر هذه الحاره، هو بيكون عنده علم. الزول اللي
انجبوا له هو يكون عارف على عنده سماية منه على عنده الماد منه والداري أحلس منه. فأنا أضرب لك يعني إن قوة الإدارة الأهلية في العهد السابق حصل في جريمة قتل في منطقة بتاعت أم كدادة. في زول يعني لقى ليك راكب راجل ما بيته ماشين السوق وهو زول شايل له سعين بتاعت موية في ظهره وماشي رافقهم في الطريق اليوم الأول اليوم الثاني غدر بالراجل قتل الراجل قتل وسرق الجمل. ما شاء الله. شوف الإنجليز في الزمن ذاك شوف الناس كان يعني شوف كيفية إدارة الأزمة ذاته. يعني مفتش بتاع مركز كتم لما بلغوه بأنه هناك في حادث جنائي جاء طوالي أخذ معلومات من بيت الراجل الشهيد بأنه الزول قال لكم اسمه منه لما هنا قال والله هو قال جاي من 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 دار زغاوة قال اسمه قال أونيجي. اسمع الكلام ده يا سيد أحمد الجعلي ده لأنه قال اسمه أونيجي فقط. السيد مفتش المركز خاطب مدير المديرية بأنه في شخص اسمه أونيجي ارتكب جريمة قتل في مركز أم كدادة. وأنا كمفتش بتاع المركز في إطار المركز بتاعي ما في زول اسمه أونيجي. المفتش مدير المديرية حول الخطاب لمفتش مركز كتم قال له إنه شخص اسمه أونيجي ارتكب جريمة بتاعت قتل. فاحنا دايرين الزول ده في خلال 3 شهور. شوفوا اسمع مفتش المركز استدعى المقدوم. شوف الإدارة الأهلية في شمال دارفور ببدأ بالمقدوم ببدأ بالنظار ببدأ بسلاطين ببدأ بشراتي ببدأ بعمد ومشايخ. استدعى المقدوم ده المفتش بأنه في زول اسمه أونيجي قتل فاحنا عايزين الزول ده في خلال 3 شهور يا سيد السيد المقدوم. السيد المقدوم استدعى كل الادارات الاهليه بتاعه اللي تابع له جو قال لهم المفتش داير انه في زول اسمه أونيجي احنا دايرين انه لانه قاتل لازم يطال يده يعني العداله. شوف الادارات الاهليه طبعا كلهم تبي امام المقدوم وانه ده بامر جلل والمفتش داير الزول ده في 3 شهور. الادارات كلهم ادارات المدوب الزياديه والكباب والبرتي كل القبائل كلهم ينسحبوا قالوا بان احنا ما عندنا زول اسم زي ده يا سيد المقتول. انحصر على الاسم على ادارات 3 عندنا بيسموه في اداره قلا اداره تور اداره كوبه 3 ديل ديل بتاع دي اللي هو اهلنا الادارات الثلاثه اهلنا بتاع الزراعه. خلاص المقدوم قال لهم يا الادارات الثلاثه انتوا شوفوا هنا هم الثلاثه برضو قعدوا اللي هو اداره توير واداره قلا واداره كوبي اداره توير وقلا قال والله يا ابو السلطان احنا ما عندنا في كلنا عارفين بعض احنا ما عندنا في قبلتنا زول اسمه أونيجي. فضل الاسم بتاع أونيجي على اداره كوبي. السلطان رجع من كتم الى الطينه واعلن باللي عندهم النجار وعندهم القرن جمع الناس قال لهم اي زول اسمه أونيجي لازم يحضر فورا. اتحروا عن اي زول اسمه أونيجي ما خلوه هنا. شوف في المادة 15 من قانون الجوازات الزماني اي انسان يجي من دولة ماشية بياخذ زي اللاسي باسي يعني ورقة بتاعة التصريح ده بيجي هو بمر على الادارات ما كنت كمان عندما طبعا ما في نقاط اي اجنبي بيجي مثلا بيخش ادارة كوبي السلطان يختم له يجي ادارة مثلا قلع الشرطيت يعني يختم له يجي اداره تقنين لوضعه داخل أيوة. الدوله نعم. عشان يوروا انه هنا بانه الزول ده فيلا مر علينا نعم. لحد ما يصل هناك لحد ما شوف ان الناس يعني لما اسم أونيجي وما أونيجي قال والله احنا عندنا في زول في شهر كده جاء مره بهنا
مهم اطلع انه ونيجا ده من منطقه اسمها بيلتين في شاد جوا. في النهايه تم الوصول له. الوصول له انه جابوا الزول وجابوه في, نعم. في 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 كتم ودوه اعدموه. وده باكد يعني الدور باكد نعم باكد الدور الكبير الكبير بتاع الاداره الاهليه نعم. لانه الاداره الاهليه ال يعني زمانك يعني لو حصل فيه جريمه قتل ولا اي حاجه الاداره الاهليه هو بكون قبض المتهمين ناس البوليس بيجوا كان اصلا بياخذوهم يعني نعم. كويس الان انت بكتيبه كامله من استخبارات من امن من شنو نعم. انت ما بتقدر تجيب هنا نعم. لكن نعم. الاداره الاهليه كفيل جدا نعم. انه هو وصلنا يعني نعم احنا بنحيي الاداره الاهليه ونتمنى انها يعني تطلع بذات الدور الكبير الذي ظلت تطلع به على طوال التاريخ وان تعود لها ذات الهيبه في التي كانت تتمتع بها في السابق وكذلك تسهم معنا في عمليه السلام التي ننشدها جميعا. مشاهدينا الافاضل سنذهب الى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل هذه الحلقه من اشراقات الغد نتمنى ان تكونوا معنا. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ونحن نتواصل معكم في هذه الحلقة من إشراقات الغد. أستاذ سوميت يعني بالتأكيد يعني سرد ويؤكد الدور الذي كانت تطلع به الإدارة الأهلية. هل الإدارة الأهلية ما زالت متمكنة من اللعب أو لعب ذات الدور الآن؟ مع احترامي لوجهة نظر سعادة الفريق هي فعلا الإدارات الأهلية هي كانت واحدة من الأدوات اللي بتساعد المستعمر في جمع الأتاوات الالتزامات المالية لأن السودان دولة مترامية الأطراف الإنجليز ما كان عندهم نظام إداري بيحكم كل السودان فبالتالي كان بيستعين استعانة مباشرة بالإدارات الأهلية للأسف لما جاء نظام الإنغاز أساء استعمال الإدارات الأهلية فبقت هي جزء من العمل السياسي فبالتالي انصرفت تماما عن دورها وبقت هي أدوات يستخدم النظام. نحن نقول ان الادارات الاهليه عندها دور ودور كبير جدا في السلام المجتمعي لكن دورها ده ما كافي. نحن المجتمع متطور المفترض يعني اصلا القبيله ربنا ذاته جعلها للتعارف يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فده الدور الاساسي للقبيله فطالما انت في ظل مجتمع متطور مجتمع مدني فبالتالي لازم يعني تطور ادواتك. نحن الآن بنقول إنه في كثير من إدارات الأهلية محترمنا الكامل اليوم لكن هم يظلوا أقل قدرة من الناس اللي بيديرون فبالتالي النظام بتاع الإدارة الأهلية ذاته محتاج لتطوير بحيث إنه يواكب التطور نعم. اللي حصل يعني. نعم السيد الفريق ننتقل مباشرة بالحديث عن المفاوضات التي جرت في جوبا عاصمة جنوب السودان بوساطة جنوب سودانية وقد التأمت هذه المفاوضات وبدأت بمفاوضات ومن ثم تم يعني رفع هذه المفاوضات لمزيد من التشاور بين مكونات هذه المفاوضات إن كان في حركات الكفاح المسلحة والشق الحكومي. من خلال متابعتكم إلى أي مدى يعني يمكن أن تكون هذه المفاوضات هذه المرة مختلفة بتوفر مناخات ملائمة لخلق سلام شامل إن شاء الله؟ نعم المفاوضات اللي الأخيرة التي جرت في جوبا حقيقة كل الأطراف كان لديهم الرغبة الصادقة حتى الثقة بين الوفد الحكومي والحركة المقاومة كان يعني تشعر فيه أن هناك في صدق وفي أول حاجة أسلوب بتاعت إنه زمان يقول لك يعني يقول لك المتمردين لكن الحكومة الحالية إنه قال المقاومة المسلحة والكفاح ذاته يعني إيقاع بيدي تطور نعم. بيدي الزول إنه يعني دافع بأنه أنت فيلا اثنين العقبة الرئيسية اللي أصلا الناس كان يعني
واجب في يعني قصاد السلام والثنايا اللي هو بازاحه المؤتمر الوطني والحمد لله حصل. خلاص بعد الناس انه يختلفوا على شنو يعني ما لابد من انه الناس يجي يتوافقوا للسلام والسلام انه يعني كل الاطراف انهم في لنجاء الدين على اساس انه صحيح في بعض الحركات او يعني زي ما قال اخونا جميلك صالح انه في يعني انت لما تكون صوتك عالي الناس بيهتموا بيك وكذا في حاجة في حركات صغيرة صغيرة انه ما شاركت في النهاية لكن شايف في النهاية شايف كلهم جو في حاجة اسمها تقادم ولا تقاوم حاجة زي دي. انا الحمد لله دي ذاتي يوريك انه كل الناس اللي يعني حملوا السلاح وانه كلهم يعني قلبهم انه دارين يجوا السلام دي حاجة تمام. انا قبل قلت لك انه في هذا السلام لابد من مشاركة النازحين واللاجئين باعتبار انهم هم يعني جزء من إقرار السلام وجزء من بناء السلام وجزء من بناء النسيج الاجتماعي ذاته للإثنان. أنا بقول إنه لابد من إنه أن إحنا في السلام الاجتماعي ذاته في كل على مستوى القطر لازم يكون هناك في سلام اجتماعي في أي في في, في أي من الولايات الناس يكونوا متراضين مع بعض. حتى انه لما الاجراءات الرسميه بتاعه التفاوض التوقيع لما يجي يكون الناس يعني جاهزين يعني الناس ينفوا لقدام ما يرجعوا لورا ان شاء الله يعني. نعم استاذ سميت يعني كانت هنالك كثير من الخطوات لتعزيز الثقه التي تحدث عنها السيد الفريق باطلاق سراح المعتقلين من حركات الكفاح المسلح والغاء ايضا قوائم الممنوعين من السفر إلى ذلك من خطوات، يعني إلى أي مدى يمكن أيضا أن تقرأ هذه الخطوات مجتمعة في مسألة بناء الثقة التي تعتبر ضرورية بل واحد من أشد المطالب بالنسبة للأطراف حتى يعني يجلسوا في مفاوضات تفضي إلى سلام وتثمر سلاما ناجحا. الواحد متفائل أنه ما سيحدث في جوبا إن شاء الله سينتج سلاما لأسباب منها أولا كل الأطراف هي على قلب رجل واحد. زمان كان مفاوضات بتحصل بين أطراف بتختلف مصالحهم، فبالتالي أنا بعتقد أنه الآن كل القوة المتحاورة دي هي عبارة عن جسم واحد، وإن شاء الله الشيء اللي حيحصل في جوبا في النهاية بيعود كسلام للبلد. لكن أنا برضو بدو انه يكون برضه في شغل نظير، يعني انا ما بعتقد انه ما يحدث في جوبا في نوفمبر القادم هي عمليه بتاعت اكمال السلام. هم الان الناس بيتناولوا ترتيبات السلام وملفات السلام من النازحين، المشاكل بتاعت التعويضات بتاعت الحرب، لكن لابد انه يكون برضه في شغل موازي، لانه عمليه السلام هي عمليه متكامله، ما منط بطرف واحد أو طرفين هم يحققوا السلام. فأنا برضو أدعو أنه يكون في تزامن مع ما يدور في جوبا بين الأحزاب السودانية الموجودة هنا. برضو واحدة من فرص السلام أنه الأحزاب السياسية تتوافق على عملية إدارة اللعبة السياسية. ما لم يحصل توافق الموضوع ده حينتج لنا الحرب تاني مرة أخرى. فبالتالي أنا أدعو أنه برضو تكون في جلسات ورش متزامنة مع ما يحدث في جوبا بحيث أن إحنا نحقق سلام مستدام وسلام يرضي كل الأطراف، يعني ما يكون طرف على حساب طرف آخر. أنتم بوصفكم رئيس حزب التواصل، فإلى أي مدى يعني أيضا تصبح مسألة مشاركة القوى السياسية مجتمعة أمر مهم جدا في هذه المراحل التالية من عمليات التفاوض؟ يعني لابد أن يكون هنالك دور لهذه القوى السياسية ولا تلعب يعني أو تكون في موقف المتفرج والطرفان يتفاوضان في جوبا أو غيرها. يعني ده أمر بالضرورة لابد يحصل، لأنه العملية على السلام في المقام الأول هي عملية سياسية. حتى الذين رفعوا السلاح في النهاية برضه هم استخدموها كوسيلة بتاع الضغط، لكن في الأصل هم سياسيين. فبالتالي كل ما قعدت القوى السياسية وتوافقت على برنامج عمل على مستوى الحد الأدنى يحفظ للسودان أمنه ووحدته وسلامه، الأحزاب السياسية لو توافقت على برنامج أنا متأكد أن احنا هنحقق السلام المستدام اللي بيحقق طفرة تنموية، بيحقق سلام آمن،
لكل السودانيين. نحن واحدة من مشاكلنا أنه لما يحصل إشكالات بين السياسيين في النهاية كل طرف، الطرف المغلوب هو يستعين بالعسكر أو يستعين بحركات مسلحة عشان في النهاية برضه يجي برنامج سياسي. فبالتالي أنا شايف برضه واحدة من الحلول الناجعة أنه السياسيين دي يقعدوا يتفاوضوا على أنه كيف تدار العملية السياسية، وهم عندهم دورهم كبير ودور أساسي باعتبار أنه هم عندهم قواعد عندهم جماهير، والأمر ده يهمهم في المقام الأول. أنا ما بعتقد أنه الموضوع بتاع السلام هو عملية بتاع التفاوض لوضع السلاح. المفترض العملية بتاعة السلام تكون حتى لممارسة العمل السياسي ووضع أطر لهذه الممارسة. السيد الفريق، أنت عضو في مركز إشراقات الغد، وهذا المركز الوليد يعول على نفسه أولا وعلى القائمين على أمره في أن يلعب دور في عملية السلام والمفاوضات التي بدأت. لابد من أن يكون هنالك عمل غير رسمي لمنظمات المجتمع المدني، للمراكز البحثية، إلى ما ذلك من أجسام. فدور مركز إشراقات الغد والمفاوضات تجرى الآن في جوبا، يعني متزامن هذا العمل يأتي مع هذه المفاوضات. كما قلت سابقا، يعني قلنا يعني السلام أصلا بيحتاج إلى ثقة، قلنا مشكلة إذا كان، شوف يعني أنا بفتكر إنه كونه نائب رئيس المجلس السيادة يجي يقول إنه أنا بتنازل من أجل السلام، بفتكر إنه ثقة أكثر من كده أنا بفتكر إنه يكون ما في. نعم، نحن في مركز إشراقات الغد علينا على أنفسنا على أن تنادينا وبقيام هذا المركز على أساس أنه يكون هنالك دراسات وبحوث يساعد الدولة في اتخاذ القرار الصحيح في مجال السلام وفي مجال البناء النسيج الاجتماعي على مستوى القطر. الآن في يعني المركز يعني منشأ بتصديق من الشؤون الإنسانية أو منظمات المجتمع المدني، هي كمركز هي مسجل وأخذ التفويض بأداء واجبه، تكونت والحمد لله في عندها أمانات، في أمانة بتاعة السلام، في أمانة بتاعة الاتصال، كل الناس إنه شغالين في المجال بتاعتهم في كيفية إنه لابد من السلام تقوم. آليات السلام شنو؟ الحمد لله يعني في لجان شغالة، والحمد لله يمكن وضع برنامج على أساس إنه الناس تمشي للولايات، يبدأ من القاعدة يبشروا بهذا السلام اللي الناس بيتفاوض فيه، انه لابد من انه يشعروا المواطن البسيط، الناس بيشوفوه بيفتكروا انه هو ما مهم ده، انهم يفتكر انه السلام ده يبدا من القاعده تحت. والمركز ساعي على اساس انه يرسل وفود لكل مناطق فيه نازح، يعني النازحين الداخلين واللاجئين برضه لازم يصلوهم على اساس انه يبدا السلام من القاعدة بتاعت المجتمع السوداني إن شاء الله. أستاذ سميت، شرق السودان يعني واحد من المناطق التي شهدت صراعات كثيرة جدا، وبالتأكيد أيضا يهمهم أمر السلام بدرجة لا تقل عن المناطق التي يعني دارت فيها الحرب، إذا كان في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو حتى دارفور. كيف نقرأ وضع شرق السودان الآن متصلا بما يجري من مفاوضات؟ طبعا شرق السودان يعني برضو ناضل لفترة أكثر من 13 سنة ضد النظام السابق، وتوجد باتفاقية شرق السودان في أسمرة في عام 2006 14 أكتوبر. الاتفاقية رغم أنه فيها بنود كانت جيدة ما بتتحدث عن الفصيل الموقع على الاتفاق بقدر ما تتكلم برضو عن إنسان شرق السودان ودوره في تحقيق السلام. الاتفاقية اعترفت بأنه شرق السودان مهمش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واتعملت ترتيبات في السلطة، ترتيبات في الثروة، ترتيبات أمنية، اتعمل صندوق للمناطق المتأثرة بالحرب.
لكن للأسف كل ذلك لم ينجز. ما بنقول إنه ما حقق سلام، البندقية وقفت تماما في شرق السودان منذ توقيع الاتفاق، كان في التزام كبير جدا من المقاومين في شرق السودان، لكن لا زالت الظروف من أجلها الثوار رفعوا البندقية لا زالت قائمة. ويمكن شرق السودان هو بعيد من المنطقة بتاع تأثير المركز، قد ما يكون في اهتمام به بشكل كبير، لكن وضعه خطير جدا ووضع استراتيجي. أي حاجة بتحصل في شرق السودان ممكن بينعكس سلبا على باقي السودان، باعتبار انه فيها الميناء، فيها اكبر منطقه تنتج الغذاء لكل السودان. انسان شرق السودان هو متوافق تماما مع قيم السلام، والان في حركات هي الان موجوده في جوبا من شرق السودان برضه بتنافح وبتقاتل لشان تثبت حقوق، لكن نحن في تحقيق السلام المفترض النقاش والحوار زي ما انا قبل قلت ما يكون للزول الصوت اعلى. الناس بتتكلم عن تنميه وتتكلم عن سلام مستدام، المفترض في اي منطقه في السودان هي الخدمات وحدها، يعني ده السلام الحقيقي. انا بلقى مستشفى، بلقى مدرسه، بلقى جامعه في اي منطقه في السودان. للاسف الان كل الخدمات، كل الحاجات متوفره في العاصمة، وده وضع مختل. لابد احنا كلنا يعني نسعى في علاجه وتعديل الصورة، بحيث انه كل سودانيين في اي منطقة في السودان هو ينعم بخدمة، ينعم بكهرباء، ينعم بموية، ينعم بتعليم، ينعم بصحة زيه زي زول موجود في منطقة اخرى. نحن ما بنقول انه والله يا اخي نحن شرق السودان يجب تمييزنا عن الناس الاخرين، ولكن بنقول يا اخي نحن مفترض كل السودانيين يعيشوا وضع متساوي، بحيث انه يعني الغبن، الاحساس بالتهميش، يعني دي عبارات هي حقيقه ما بتخدم قيم السلام. فبالتالي المفترض في تحقيق السلام نحن السودان كله ننظر له ك يعني كوحده واحده. ما الموضوع يبقى تفريق بين الشرق او الغريب او الوسط او كده. فبالتالي السودان هو طالما هو كله محتاج لقيمه السلام، فبالتالي شرق السودان هو واحدة من المنظومات المفترض تلقى عناية كافية بحيث أن هي ما تكون أقل من الأقاليم والولايات الأخرى. نعم، وشرق السودان يعني ربما قدركم الجميل أنكم بتجاوروا عدد من الدول، أريتريا، أثيوبيا، مصر، يعني هذا إذا كان هنالك جوار آمن بالتأكيد تصبح نعمة وينعكس ذلك يعني إيجابا على إنسان الشرق، لكن الحدود إذ لم يكن هنالك يعني سلام وحتى جوار آمن مع هذه الدول يمكن أن تصبح مصدر قلق، باعتبار أن هذه الحركات المتمردة يعني تأخذ من تلك الحدود ملجأ لها وتمارس يعني بعض الضغوطات على حكومة المركز، بالتالي يتضرر إنسان شرق السودان. فوضع شرق السودان يعني ربما حتم على المركز في أن يوليه اهتمام مثل ما هو مطلوب بالنسبة لكل أجزاء السودان في أن تكون هنالك تنمية متوازنة. مسألة الحديث عن الهامش والمركز تنتفي في المرحلة القادمة. نعم، شرق السودان بطبعه ووضعه الجغرافي هو يمكن أكثر إقليم في كل السودان بحادث ثلاثة دول هو مرتبط بها ارتباط وثيق، شمالا مصر، غربا إريتريا، ثم الجنوب الغربي أثيوبيا، ودي مناطق برضو فيها تداخل كبير جدا بين شرق السودان وهذه الدول. وإريتريا برضو تعتبر واحدة من الدول اللي كانت راعية لاتفاق شرق السودان، وحقيقة كان عندها دور كبير جدا في تحقيق قيمة السلام في شرق السودان. لكن الآن نحن ما نخشاه على شرق السودان ليس من دول الجوار فحسب، بل شرق السودان الآن بقت في أطماع خارج الحدود، نعم. يعني متجاوزة الحدود. نحن الآن وده ناتج للوضع الاستراتيجي لشرق السودان. أنت كل ما كان عندك وجود في البحر الأحمر انت كل ما كان عندك السيطره والغلبه. فبالتالي نحن نعتقد انه شرق السودان هو مستهدف في كمنطقه مؤثره على الاقليم. فبالتالي نحن الموضوع ما بقى ما موضوع بتاع دول مجاوره بقدر ما هي مصالح تعدت حدود شرق السودان. والتدخلات دي الان هي واضحه بشكل كبير جدا، والان الشرق هو اكثر منطقه الان فيها
فيها زعزعة لو ما حصل الانتباه لها أو ما حصل تداركها بشكل سريع ممكن يعني نحن غير أنه ممكن نفقد الشريك ممكن تحصل كارثة للسودان. فبالتالي نحن مفترض يحصل تحجيم للأطماع الإقليمية على البحر الأحمر، ونحن بنتأثر بشكل كبير جدا بما يدور في المنطقة اللي حولنا. إذا كان الآن الحرب اللي بتدور بين السعودية واليمن عندها تأثيرات الكبيرة على شرق السودان، فبالتالي الاهتمام بشرق السودان المفترض هو تكون عنده الأولوية باعتبار أنه ده واحدة من البوابات المهمة للسودان ككل يعني. نعم. السيد الفريق، أنتم في مركز إشراقات الغد، يعني هل لديكم رؤية أو برنامج عمل يستقطب كل المهتمين بشأن السلام من أكاديميين من ناشطين، وكذلك هل من تنسيق بينكم وكثير من المراكز التي يعني تعمل في اتجاه السلام وإطار السلام؟ نعم، هناك في مذكرات تفاهم بين المراكز البحثية الخاصة بالسلام ومركز الغد موجود يعني عندنا. نعم، استطعتم انك تفعلوها وتصبح برنامج عمل؟ نعم، برنامج عمل هنا يعني في هنا في مذكرتهم يعني مثلا مع يعني كثير جدا يعني المراكز الشغالة في مجال السلام. نعم، في مذكرات تفاهم يعني اتوقعت وبدا يعني يمكن انت في اخونا جمعة كندا يمكن انت استضفته في واحد من اثنين في يمكن في برنامجك ذاته يعني. نعم، في يمكن اخونا ابو القاسم جورد برضه في احتمال يمكن يكون استضفته هم هنا، لكن برضه من الناس اللي عندهم في هذا المجال في المركز يعني بتعاون يعني في اطار التعاون في اطار يعني ماشي ان شاء الله يعني. نعم. استاذ سوميت، ايضا يعني في شرق السودان تحدثنا عن البعد الدولي، فعمليه السلام في السودان هل لها من ابعاد دوليه؟ لابد من ان يشرك المجتمع الدولي حتى في المفاوضات الجاريه الان في جوبا او حتى الى ما بعد توقيع السلام المأمول والمرجو باذن الله تعالى، يعني الدور الدولي في سلام السودان. هو دور مهم ونحن ما بنقدر نستغنى عنه، لانه الحرب وآثار المدمره فرضت واقع بيحتاج لدعومات كبيره جدا. لما توقعت الاتفاقيه بتاعت السلام في أبوجا، قطر هي كانت الدولة الراعية لسلام أبوجا، وحقيقة كان عندها إسهامات كبيرة جدا في التنمية، في رفع القدرات، في جبر الضرر، في مشروعات كانت مرتبطة بالتوطين وتحقيق السلام. الدور الدولي مهم جدا بحيث أنه يحقق دعم السودان بيحتاج له بشكل كبير جدا، ودي كانت واحدة من الالتزامات الموجودة في اتفاقية شرق السودان ويتعامل منها الصندوق، وكانت في دول شاركت منها الكويت، قطر، الإمارات، في دول كثيرة جدا شاركت في دعم سلام شرق السودان، حتى برضو دول أوروبية، وخصصت له مبالغ ضخمة جدا، لكن للأسف ما لقت المشروعات ما لقت حظها، وهي كانت مشروعات يعني ما حققت القيمة بتاعت الاستقرار، الناس النزحوا، فقدوا مشاريعهم، يعني حقيقة الاتفاقية بالذات في الجانب ده كان في قصور كبير جدا. نحن ما بنقول نحن محتاجين لدعم مباشر بقدر ما محتاجين لرفع قدرات. الآن لو بقت في الآن نحن في شرق السودان فيه مشاريع ضخمة جدا، حتى ممكن تحقيق السلام يكون بشراكات مع الناس الآخرين، يعني ما في ما يمنع أنه تكون في شراكات، وحتى الدول اللي تستفيد هي كاستثمارات. الشرك فيه أراضي واسعة جدا، الآن برضو المشروع بتاع سيتيت ممكن يحقق قيمة إضافية كبيرة جدا، ممكن يستوعب عمالة. العملية بتاعت المصايد في شرق السودان، نحن الدولة الوحيدة الما مستفيدة من مشاطئات للبحر، المشاطئات البحرية. يعني نحن الآن في منتجات ضخمة جدا بحرية، وبكرة يعني نحن واسع بتجي قوارب بتصطاد في المياه الإقليمية السودانية،
فلو اتجه راس المال حتى راس المال الوطني السوداني الوطني ممكن تكون في شراكه ذكيه بحيث انه الكل يستفيد. ف نحن ده برضه بيعفينا من انك انت بتلقى دعومات مشروطه، لانه دائما الدعومات المشروطه هي بيكون فيها قرارات قد تاثر على سياده البلد، قد ما تكون فيها مصلحه مباشره للانسان. لكن نحن كل ما بقت في شراكات ونفضل انه الشراكات هي تكون شراكات وطنيه. الان الراسماليين السودانيين عددهم ما سهل، لكن في كثير من الاجراءات اللي هي بتعوق من الاستفاده من المقدرات يعني. لكن شرق السودان غني بموارده وغني بامكاناته وتنوعه، فبالتالي الناس لو لقت دفعه بسيطه، دراسات، مراكز، اعتقد الناس ممكن تغير من اوضاعها كثيرا. على ذكر البعد الدولي، هنالك يعني حركات الكفاح المسلح ذا صله ببعض الدول توفر لها محاضن في فترات سابقه لهذه حركات الكفاح المسلح. هل هذه الدول يمكن ان تكون يعني او هذه الحركات يمكن ان تستخدم تلك الدول ككرت ضغط في المفاوضات الجاريه في جوبا، ام ان التأييد الكبير الذي تجده حكومه الفتره الانتقاليه على راسها رئيس الوزراء حمدوك والثوره الحارسه لكل ما يتصل بالعمل السياسي في السودان يمكن ان تحمي يعني الجانب الحكومي من تلك الضغوطات؟ لا بالعكس، انا بشوف انه بالذات دول الجوار هي يعني داعمه للسلام اكثر من ما هي محرض على انها تحضن حركات، لان هي ذات الدول دي تاذت من العمل المسلح المعارض. اذا مثلا ضربنا مثال بإريتريا، الحكومه السودانيه في فترات كانت بتدعم المعارضة الإريترية، وبنفس الغدر الحكومة الإريترية كانت بتدعم المعارضة السودانية. فبالتالي الناس وصلت لأنه يعني الأمر ده هو فيه مضرة كبيرة جدا للشعبين. وأنا بعتقد أنه السياسة فورجي حتى نظرته يعني نظرته لشرق السودان أنه هو جزء مكمل له. فسلام شرق السودان بالضرورة هو بيكون سلام لإريتريا، سلام لأثيوبيا، حتى سلام لمصر. يعني نحن الشيء اللي بنقوله انه حتى المناطق المحتله من اذا كان في الفشقه او كان في حلايب ممكن يكون في اوضاع افضل من الاوضاع الحاليه، يعني باعتبار انه نحن كان ممكن ندعو للشراكه حتى على مستوى شرق افريقيا كلها، طالما اصلا في زي ما بتسوي الدول الاوروبيه انه في تبادل بتاع مصالح، ينبغي أن تكون في تبادل مصالح مع الحفاظ على وحدة الأراضي وسيادتها. كون الآخرين يستفيدوا من أراضينا ده ما ينتفي مع سيطرة السيادة وحدود السودان. فبالتالي أنا أعتقد أنه الأنظمة المحيطة لشرق السودان هي ممكن تكون متعاونة بدرجة كبيرة جدا في تحقيق السلام في الشرق. نعم، هكذا يعني مشينا هذه الخطوات في درب السلام. نتمنى أن يتحقق السلام بفضل الجهود المبذولة من قبل أبنائه، ونتمنى أن تخلص النوايا حتى نستطيع تحقيق سلام شامل يسعد به أبناء السودان في كل مكان. هكذا انتهت هذه الحلقة. أسمحوا لي أن أشكر ضيفي داخل الاستوديو الدكتور أو الأستاذ عبد القادر محمد صالح سوميت، رئيس حزب تواصل وأحد قيادي شرق السودان. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ أحمد، وسعيدين بلقائك إن شاء الله. أيضا الشكر يمتد لسعادة الفريق شرطة آدم كنا عضو مركز إشراقات الغد والبرلمان السابق. شكرا. نعم، شكرا لكم أنتم أيضا سامعين ومشاهدين أينما كنتم على طيب متابعتكم لنا من خلال هذه الحلقة في إشراقات الغد. حتى ملتقانا بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، لكم تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.